يقول السائل: نرى بعض الناس يقولون والنبي، فهل هذا يجوز؟ هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحلف بغير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالنبي ولا بغيره من المخلوقين، حلف يكون بالله عز وجل. نعم.